حياكم الله وكتب مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشف خبراء اقتصاديون أن سياحة العراقيين في إيران تعتبر من أسباب انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازية. بحسب الخبراء فإن العراقيين يشكلون نسبة 55% من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إيران في عام 2022، حيث أنفقوا نحو 3.5 مليار دولار في إيران خلال هذا العام، مؤكدين أن السياح العراقيين يقومون بتحويل الدينار إلى الدولار في السوق الموازية قبل سفرهم إلى إيران، ما يسبب اتساعاً في الفجوة بين سعر البنك المركزي العراقي. أكدت لجنة النفط والغاز النيابية عجز العراق عن تأمين الغاز لتشغيل محطات الطاقة من الإنتاج المحلي. قالت اللجنة إن العراق بحاجة إلى نحو 5000 مليار متر مكعب قياسي من الغاز لأجل تشغيل محطات الطاقة، لا سيما في موسم الصيف، في وقت لم يتمكن فيه العراق من إنتاج غير 1000 مقمق من الغاز، وهو ما يدفع الحكومة نحو استيراد الكمية المتبقية. أكدت لجنة الخدمات النيابية وجود أكثر من 1400 مشروع متلكئ على مستوى العراق، وأشارت اللجنة إلى أن هذه المشاريع حصيلة تراكمات الحكومات المتعاقبة، وتعطي مؤشرا على مشكلة كبيرة، خاصة وأن أغلبها مشاريع استراتيجية في 13 قطاعاً مهماً أبرزها الصحة والتعليم. وأضاف أن بعض المحافظات متلكئة في تنفيذ المشاريع، لافتة إلى أن فشل المحافظين في أداء وظائفهم ينعكس سلباً على إنجاز وتقديم الخدمات التي بات المواطن العراقي متذمراً منها. كشفت لجنة الاتصالات النيابية عن وجود توجه حكومي بهدف تحصيل المديونيات المتراكمة على شركات الاتصالات. وبحسب اللجنة فإن الجهات الحكومية تسعى لمحاسبة شركات الاتصالات التي لم تسدد المديونيات المستحقة عليها، موضحة أن الحكومات السابقة لم تولي اهتماماً كبيراً بملف استعادة الأموال التي بذمة شركات الاتصالات بسبب مجاملات وضغوطات، على الرغم من كل المطالبات البرلمانية بذلك. وفي خبرنا الأخير، كشف مصدر في محافظة البصرة عن إحالة مشروع طريق الفاو جنوب البصرة بطول 80 كيلومترا للشركة نفسها التي نفذت طريق صناعة حمدان الذي اتسم بالفشل وتمت إعادة العمل به. هذا وقال المصدر إن مشروع طريق الفاو أحيل بطريقة مباشرة لشركة سهل العراق التي نفذت طريق صناعية حمدان، مضيفا أن وزارة التخطيط ثمنت تنفيذ الطريق ب 150 مليار دينار، لكن الطريق أحيل ب 300 مليار دينار. يذكر أن مواطنين وأعضاء مجلس نواب يطالبون هيئة النزاهة بالتدخل بسبب رداءة طريق صناعية حمدان الذي تم قشطه وإعادة رصفه مجدداً بسبب فشل الشركة المنفذة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.